الشقة اللي معانا ديت شقة في شارع عبد المنعم الرئيسي، مساحتها 72 متر، إجمالي حوالي صافي 68 متر، عبارة عن أوضتين وريسبشن وحمام ومطبخ والبلكونة كبيرة والشباك على الشارع. طبعا زي ما شايفين كده الريسبشن بيشيل يعني قطعتين، بس قطعتين طبعا مش كبار، قطعتين صغيرين طبعا. وده شارع عبد المنعم، ده شارع عبد المنعم اللي في مديرية الأمن القديمة وسمفين ساندي بول وسمشار كورمي، وأوله من الناحية التانية شارع السبع بنات. زي ما انتم شايفين معانا كده، ده الريسبشن، شقة سوبر لوكس زي ما انتم شايفين على المفتاح. في أول أوضة معانا هنا أهو جنب البلكونة على الشارع مباشرة، تمام. أوضة نوم، طبعا الشباك ده على الشارع مباشرة برضو، تمام. عندنا الأوضة التانية قدامنا، أوضة الليفينج أو أوضة الأطفال، تحط فيها الركنة أو الأنتري أو تحط فيها السريرين بتوع الأطفال حسب يعني كل. عندنا المطبخ بتاعنا، شيل كل حاجة. مساحة كمان جوه تجهيز الثلاجة، حمام، حمام كبير.